يا اهلا بحضراتكم من جديد. والنهارده كان في كده يعني من ايام قرار جماعي كده من اسره صباح دريم انه يكون النهارده مخصص للنماذج المشرفه، النماذج الطموحه. عمرها ما كانت فكره شاب ولا حد كبير في السن، راجل ولا ست، الفكره فكره انه يكون عندك اقتناع بانه عملك ده شيء مهم، فكرتك مهمه، وانه عندك هذا القدر من الحماس والطاقه والسعي انك تحقق حلمك. ده المهم جدا. من الحديث عن الرياضة والفتنس للحديث عن المحليات، يمكن تشوف ان الفرق كبير، بس هو الحقيقة المحليات محتاجة مرونة في التعامل كمان، ويمكن هنا يمكن دي الرابطة اللي أنا عايزة أعملها، لأنه المحليات مليانة قضايا وملفات كتيرة جدا في وقت الدولة بتحارب الفساد، الأجهزة الرقابية كلها شغالة الله ينور، إزالة تتعديات، حملات. من الجانب الآخر طبعا في مواطنين للأسف ما بيغلبوش الحقيقة من التحايل على القانون، كل ده المفروض يقابل طول الوقت بالحزم والحسم والتركيز والرقابة الجيدة. إزاي ضيوفنا الكرام بينسقوا ده؟ ازاي بيتعاملوا مع مشاكل المحليات اللي تبدو معقده في الكثير من الاوقات؟ ده اللي هنعرفه، ونفتح الاتصالات لحضراتكم كمان تشاركونا الاراء واي استفسارات عندكم. ضيوفنا الكرام اللي منورنا وسعداء ان هم موجودين معنا في صباح دريم، الاستاذه هدى المغربي رئيس مركز ومدينه قوس بمحافظه قنا. يا اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك وباهل الصعيد وبسيدات الصعيد وبيكوا كلكم. اهلا وسهلا. منورنا. والمهندسة عايدة ماضي رئيس مركز ومدينة الحامول بمحافظة كفر الشيخ. يا أهلا بحضرتك. أهلا بيك. وكلمنا حضرتك، أنا فاكرة وقت اللودر لما اشتغلتوا وشلتوا حاجات وعملتوا إزالة وكنتي من السيدات اللي يطلق عليهن المرأة الحديدية الحقيقة في التعامل مع مواقف صعبة. هو أنا حاسة أن اللقب كبير عليا شوية. هو إحنا مواقف يعني لازم نتعامل معها في وقتها، والحمد لله توفيق من عند ربنا أولا وأخيرا. يا اهلا وسهلا بحضرتك. وضيفتنا الكريمه الدكتوره عزيزه السيد رئيس حي شرق شبرا الخيمه بمحافظه القليوبيه. يا اهلا بحضرتك. أهلاً. منورانا وبتنورينا. شكرا. دي مش اول مره تنورينا فيها في صباح دريم، كل مره بتمشي من عندنا معاكي لسته فيها اسامي ناس واحنا بنطب بقى بنعمل الكبسه. بعدها هنكلم المواطنين نقول لهم الدكتوره عزيزه مكتب عندها كلموكوا؟ اه كلمونا واشتغلوا معانا على الموضوع. انا بحييكي. شكرا. يا اهلا وسهلا بحضرتك. اسمحوا لي ابدا من الصعيد، صعيد مصر، وابدا من قنا. التعامل مع مش كامرأة، انا مش يعني مش كسيده بتحتل هذا المركز الكبير، ولكن فكره التعامل مع المحليات، تكون حضرتك بترأسي مركز ومدينه قوس في محافظه قنا. اولا كلمينا عن المركز والمدينه، عدد السكان هناك قد ايه؟ شو طبيعه عملك هناك ازاي؟ والله هو بدايه يعني محافظه زي محافظه قنا تعتبر من المحافظات اللي ليها طابع خاص في العادات وفي التقاليد وفي المعامله نفسها، يعني هم أهلها طبعا ناس طيبين وكرام، ولكن مدينة زي مدينة قوس تعتبر من أقدم مدن جمهورية مصر العربية على الإطلاق. يعني وقت ما كان فيه الحاكم العثماني كان يعني على حسب ما كنا بنقرأ في الكتب كان بيتجاب واحد للقاهرة وواحد لمدينة قوس، فمدينة فيها كمية من الأثار كبيرة جدا، فيها الجامع العمري، أهلها أصحاب علم بشكل كبير، يعني كلهم أصحاب رسالات. وفي نفس الوقت المدينة تعتبر ليها مشاكل طبعا كتير، يعني أنا ما انكرش أني كنت متخوفة جدا. بقالك قد إيه فندم رئيسة المركز والمدينة؟ حوالي 9 شهور بالظبط. أو 9 شهور بالظبط. مروا إزاي؟ لا مروا على خير، يعني طمنا، يعني معانا قيادة سياسية واعية بتدعم فكرة أن سيدة تمسك رئيسة مركز متمثلة في محافظ خلوق زي عبد الحميد بالهجان، وقيادة سياسية متمثلة في رئيس جمهورية، يعني بيسعى بكامل الوسائل أن يقول يخلي عام للمرأة، وفي نفس الوقت يبقى في دعم كامل لتمكين المرأة، وده اللي واضح في جميع المجالات يعني. ولكن بالنسبة لمدينة قوس طبعا ما انكرش ان هم نفسهم يمكن كان في المتقبل وفي اللي رافض، يعني طبعا ده على طبعا الاكثر. يعني حضرتك اصلا من الصعيد؟ اه الاساس يعني حضرتك بنت المدينة؟ بنت قوس؟ لا مش بنت قوس، ولكن يعتبر الاصل من الصعيد. يعني منين من الصعيد؟ من هنا، بس طبعا سنوات عمرنا كلها بره هنا، يعني انما يعتبر الاصل الأساس من هنا. من الصعيد يعني. بس مدينه قوس اللي شجعني ان انا فعلا وجود محافظ زي ما قلت لحضرتك بيدعم وجود سيده في مدينه صعبه زي قوس، وفي نفس الوقت انت عندك ناس قوس نفسهم ناس طيبين. يعني هم اللي يفرق معاهم ان المشاكل هم بتحل. مشكلتهم حاجه واحده، اهم حاجه ان انت بتقدمي لهم الخدمه بشكل بالزبط. جيد وبشكل بالزبط. محترم، وفي نفس الوقت في استجابه متواصله، في تعاون مع جميع الأجهزة المعنية داخل المحافظة، سواء أجهزة شرطة سواء
جميع المديريات الخدميه. يعني احنا بنشتغل كلنا بمبدا الجهود المتحده، يعني ما فيش حاجه اسمها احنا مجلس مدينه بيعمل ايه، يعني جميع الاجهزه بتتفاعل مع بعض فبيطلع المنتج جيد. يعني بنحاول بقدر الامكان نتغلب على المشكلات اللي موجوده. مركز زي قص طبعا بيعاني من حاجات كتير، من البنيه التحتيه، هندخل في التفاصيل دي كلها ونعرف هم كانوا متخوفين يعني مشاكلنا دي ما حلهاش راجل، فهتيجي واحده ست تحل لنا تحل المشاكل يعني. فدي كنت بسمعها يعني انا يا جماعه قبل بس ما انتقل لكفر الشيخ وشبرا الخيمه، انا والله ساعات بحس ان انا مش مصدقه ان انا قاعده في الاستوديو بستضيف رئيسه مركز ومدينه في الصعيد وانها امراه. يعني لا، احنا حققنا كتير قوي على فكره في الملف ده، وحقيقي لما بنتكلم على قومي لحقوق المراه وبنتكلم على دعم المراه وتمكين المراه ده مش كلام. يعني صعيد مصر ده اللي هو احنا عندنا في الصعيد بنقول يا جماعه كفايه ختان وبلاش زواج قاصرات وبتاع، فان انا بشتغل ان انا امكن المراه ان ترأس مركز ومدينه في قلب صعيد مصر. ده أكبر دي إن احنا مهمه في جدا. عصر ذهبي حاليا يعني طبعا احنا في عصر لا يعوض، ان انت بيديك القدره وبيقول لك روحي يعني وريني كفاءتك زي ما بيقولوا يعني. وريني هتعملي ايه؟ وعلى راي حضرتك اذا ممكن حد يقول لك يعني اذا كان اللي قبلها رجاله بشنبات في مشاكل واحد اتنين تلاته ما عرفوش يحلوها، الست اللي هتيجي تحلها؟ لا هي مش هتتقال ما عرفوش، ولكن هي ممكن تكون كل وقت وليه ظروفه، يعني ربما في ظروف معينه كانت حائل او فاحنا يعني مهما كانت الظروف كل قياده بتبقى قبل مننا ادت ما عليها، ولكن ربما الظروف ما ساعدتش على اتمام المهمه يعني اللي نقدر نقوله يعني الله اعلم ظروف كل قياده كانت شكلها ايه. بس نتمنى ان شاء الله ان شاء الله يعني نطلع من المدينه واحنا سايبين انجازات فيها. يعني هتكلم مع حضرتك طبعا في البنيه التحتيه والمشاكل بقى المختلفه أكيد. اللي ممكن اهل قوس يكونوا بيتكلموا عليها، لكن انتقل من هنا لكفر الشيخ. مركز ومدينه الحمول أيوة. كمان من المراكز الثقيله والمهمه حضرتك بترأسيها، برضه حستأذنك الاول كلمينا عن المركز والمدينه، عدد السكان قد ايه يا فندم؟ هو قبل ما اتكلم عن مركز ومدينه الحمول اتكلم اولا عن محافظه كفر الشيخ. طبعا. انا مش من ابناء محافظه كفر الشيخ، انا من البحيره. من البحيره؟ من البحيره ايوه. بس انا ليا في كفر الشيخ دلوقتي اللي هو من اول قرار ما طلع، ودي اول مره اشتغل محليات، هم 8 شهور. ففعلا اللي بيحصل على ارض محافظه كفر الشيخ في الفتره الحاليه يعني بيقول فعلا ان مصر بتتغير فعلا. يعني عندنا كفر الشيخ حاليا فترة بسيطة جدا وهتكون العاصمة الاقتصادية لمصر، مشاريع استثمارية، مناطق صناعية، مشروع الاستزراع السمكي في بركة غليون. يعني طبعا أنا من يوم ما رحت يعني اللي هو سيد نصر بجد، أنا الراجل ده أنا مش عارفة بينام إمتى، يعني عايش إزاي، يعني خلانا 24 ساعة أونلاين. من الحاجات الجميلة كمان اللي عملها معنا اللي هو الجهاز اللاسلكي متواجد مع كل التنفيذيين. احنا واحنا في كفر الشيخ مع اللواء سيد نصر الحقيقه لفت نظري فعلا، كنا يعني خلصنا الجوله وعملنا كل حاجه وخلصت لقائي معاه، وكنا زملائي وانا في المكتب وبنتكلم معاه وبنتكلم مع يعني الساده المسؤولين في المكتب عنده، انا لفت نظري ان كل المسؤولين في المكتب عنده ممسكهم الووكي توكي او الجهاز ده، كل التنفيذيين. وحد من المكتب انا فاكره قال لي يا استاذه ما بننامش يا استاذه لانه بيرن في اي وقت اي لحظه يعني ما اقدرش اقفله، لان هو التواصل عليه يعني هو موجود مع رؤساء المدينه وكل الوزارة، النواب، رؤساء القرى، فيعني أي مشكلة متواصلين، غرفة عمليات المحافظة، غرف عمليات مجالس المدن، أي مشكلة بتحصل بيتم التواصل على الجهاز، فكل الأجهزة بتسمع، ففي الحال بيتم حل المشكلة. أقربها امبارح مثلا لقيت حد من القرية بيتصل على التليفون النور قاطع، كهرباء قطع في القرية بأكملها، ففي الحال غرفة العمليات كهرباء قطع، تم التواصل خلال يعني زمن قياس 10 دقايق كانت الكهرباء واصلة للقرية دي. فهو فعلا ساعدنا كتير ان احنا حتى يعني الناس اللي بنشوفهاش يعني عارفين ايه اللي بيدور في المحافظه وموجود مع وكلاء الوزاره. هو ده موجود في كل محافظات الفكره دي؟ ما اعتقدش. لا مش لا في كل. لا لا انا بعتقد دي من ضمن الانجازات بتاعت الحقيقه الحقيقه وانا فاكره يعني زي ما بقول احنا حيينا اللي هو السيد نصر يومها محافظ كفر الشيخ على الفكره دي، وهو نفسه كان بيقول لي انا عارف ان الناس تعبانه من موضوع الجهاز اللي في ايديهم 24 ساعه ده، بس انا بالنسبه لي لما يبقى الجهاز ده نقطه تواصل بين الناس كلها وعامل كوميونيكيشنز انا ده عندي يديني طمانينه. بيسهل يعني هو بيسهل حل المشكله في وقتها. ليه؟ لان الجهه المعنيه اللي هي المنوطه بحل المشكله بتكون معانا.
على طول. كمان يعني من الظريف ان اللي هو السيد نصر نفسه يعني بيدخل معانا على الجهاز لما بيبقى فيه مشكله، بتكلم كده يعني شديت كده، يروح هو داخل معانا على طول، متواصل معانا على الجهاز على طول. ففعلا يعني هو جهاز اللاسلكي ييسر امور كتيره جدا. اتمنى تطبيق تعميم التجربه دي الحقيقه على كل محافظات مصر. قبل ما ادخل لشبرا الخيمه برضو اسال نفس السؤال، استسمحك بس تاخد بعض الاتصالات، في ناس من قبل الفقره ما تبدا عايزين يدخلوا في الفقره دي يتكلموا، اسمع بعض الاصوات اعتقد هنبدا.